يخرب ذوقك شو موضوع؟ ايمتى بدي اشوفك؟ مرحبا. اهلا. بس دقيقة بليز معلش. لك حلوة البونديز، حلوة. خرج واحد يلا، خرج واحد يكزر معي عادل. لمين؟ هاي البندزية. جنن البندزية. طب خبرني هلا شو عملت؟ وين رحت رجعت انت؟ عادل دومينيك. عادل انت جايبني على هذا المحل يا عادل؟ معقول دبرك خلاص جابي؟ اذا عارف بيي بتعمل لي مشكل يا عادل. لك بيك شو بده يعرفه انه جينا على محل لنجري؟ بعدين شل بيك على جنب. دومينيك ما راح ينفع معه غير كادو لنجري. شو بدك تجيب له بارفان؟ يعني ما كل العالم بتجيب بارفان. طيب يلا اوكي. شو قصتك؟ انا جايبك على المحل المضبوط تاخذ له شيء قطعه لنجري تنبسط فيها دومينيك. هلا كفي لي، وين اخذتها؟ جزرتها؟ جزرتها امبارح على طريق المطار يا عادل. طريق المطار؟ ايه. ليه على طريق المطار؟ هي بدها تاخذني على طريق المطار، بتحب تفرج على الايربور على الايربلين وهالاشياء كلها. لا نفسي قطيعه كثير دومينيك. ها طلعت لك بالسياره يا عادل. إيه؟ حامي كثير يا عادل السياره. لا دومينيك حامي، حرارتها 40 يا عادل. إيه؟ لبستها القصير المشفلق هيك. قلت لها ليش لابسه القصير؟ ليش لابسه قصير؟ قصير كثير فوق الركبه يا عادل. لفوق الركبه؟ فوق ركبتها حلوه يا عادل. كيف؟ ركبتها حلوة يا عادل. جسمها حلو. جسمها حلو. ايه. اول ما بلشنا نكزر عم تحكي لك كلمتين وقف. شو الساري يا عادل. ايه. وطولت. ايه. اجا مين هو؟ البوليس الساري مشي يا عادل. ايه. وهي دومينيك اجتها. كيف؟ العبقة يا عادل. ايه. وموسطنا كتير، قلت لي انه عيدها بعد 4 ايام السبت يعني. ايه. بعد يومين. ايه. فشو بعرفني هلا بدك تخلص هيدا عم تلقش كتير حاجة. انا مين عم بدي غني؟ ايه دموزين حبيبي مساعدين. بس حياتي خليك معي، شكله ما رح يطوله. خليك معي دقيقة. اتفضل. مرحبا. ما نكون عم نقطعك عن شيء. لا لا سفا ولا يهمك. تفضل. قلي فينا نشوف؟ فرجينا شيء. فينا نشوف شيء؟ فرجينا. ممكن نشوف شيء تفرجينا؟ كيف يعني؟ يعني فرجينا شيء من البضاعه بالمحل. بالمحل بدنا نشوف لانجري. حسب مسيو شو طلبك؟ بده شو بتحب؟ جيب كادو لصاحبته. صاحبتي. اها صاحبته لازم. ليك يا دوموزيل عندك شيء انسامبل دو بيس خرج ظهره من هدول بيلبسون هيك تبعوا المولان روج؟ كيف هول بيلبسون بيرقصوا تبعوا الكباريه؟ شو بدك؟ شيء خرج ظهره. هيك سبول شيء. طب عندك شيء؟ عندك شيء مايويات شتوي صوف كم طويل؟ ما عندي هيك شيء. كيف جابي شو قصة؟ بس اللي عندي ايه؟ كبابيت عندك؟ كبابيت؟ كبابيت؟ اوكي ترانش كوتيت. ايش يا شتوي؟ شو بدك بالترانش كوتيت؟ بدك تاخد لانجري ولا لا؟ بس انا عندي ستينات، سترينجات، روبيت. سترينجات حلوة. ستينات يعني كيف ستينات؟ ستيان يعني مثل هاي الستيان يعني. الله يخلي لك اياهم يا دموزيل. ليك يا دموزيل مش شو الوان عندك اياهم يعني؟ عندي كل الالوان. قلي احمر. في احمر؟ في احمر. احمر سماوي. نعم. هيدا الاحمر القاسي الشرس عندك؟ شو عندي هيدا الاحمر اذا بدك. ما عندي غيره. هيدا هيدا احمر شيء. هيدا احمر شيء. احمر من هيك ما في. احمر من هيك ما فيش. أه. طيب شو القياسات؟ شو عندك قياسات حضرتها؟ شو قياسها؟ هي شو قياسها؟ هي اسم بتقلعي لي هالشوكه من كوعي من هون. فظيع. هيدا ما فينا نستحكي معها. لو شب كان هي هيك مربعانيه مثلك يعني نفس الشيء. لحظه عم بستشبه فيك انه سوري مش كنت عم تعيط له جابي؟ جابي. جابي. شو بيقربك سمعان بخشاني؟ بيو سمعان. عمو سمعان؟ لا بيك سمعان؟ الو ايه حياتي؟ حزار مين في عندي هون؟ ابنك جابي. اجا ايه بده يشتري لانجري لصاحبته. دومينيك. دومينيك ايه؟ حطوا سبيكر؟ يلا يلا. مرحبا عمو سمعان. انت زيت بوزك يا عادل. وانت يا جابي عم تشتري السنجات؟ طالع عندي يلا على البيت اشوف يلا. اوكي بابي. بابي الله لا يكبرك. عادل عم شو عملت يا عادل؟ شو عملت؟ عملت لي مشكلة يا عادل. وصفات طيب انت شو صاير معك يعني؟ ما انا لي 10 دقايق ناطرك. اوكي حبيبي. قد ايه بدك وقت؟ قد ايه بدك وقت لتوصل؟ بنطرك. يلا يلا بناخذنا شي فنجان قهوه. لا اوكي ناطرك ناطرك انا. اوكي بنفس المحل. عباس. يلا باي. عباس. نعيم نعيم نعيم. هو ما هو هو ما هو. شو صح يا زلمه؟ حلاوه معقول لحالك؟ ايه عود عود يا حبيبي. انا استشبهت بالصوت. انت هالصوت بعرفه يا زلمه. كيفك ابو النعم حبيبي؟ شو مغير ولو ادعي لصاحبك بالسعاده بتخسر. وينك شعراتك؟ وين
عطيتك اياه ضعفان ومغير كثير. وانت ضعفان يا حبيبي عباس. لو انا مسافر كل وقت. ما انت ما كنت مع اخبار سنين. ايه قد ايه؟ 11 سنة؟ ايه انا بال 2011 سنة تقريبا. لا حسوا له خبر، ما اقول وين رايح وين جاي. يا زلمة بتصدق ما بتصدق، كل مرة بقول بدي دلفن لك اسأل عنك وهيك بس حبيبي تروح معنا قد ما هونيك بنضلنا مشغولين. ماشي الحال الحمد لله. وين رحت وين؟ برازيل. برازيل كل وقت انا. على البرازيل؟ ايه احلى احلى بلد برازيل يا عباس. لك على شو مفعوض فيها هالقد على راسي وعيني منيحة بس انه هالقد؟ برازيل بجنن. برازيل شو البرازيل تحكي لي من البرازيل؟ رجال بيلعبوا فوتبول والنسوان فلتانة، شو أخذك على البرازيل؟ انا مرت برازيلية عباس. اه والله. ولي شو هالعلقة؟ مع اي فريق بتلعب؟ كلمني. لك لحظة، ساو باولو قوي منيح، او هذا شو اسمه سانتوس. هل عني خلص سانتوس حبيبي.